سمعتوا معنا القرار اللي اتخذته الحكومه في البارح مع 9 الليل وقرروا باش يسدوا الحدود ديال المدن؟ كان قرار نوعا ما كان قرار غبي، غيكون اكتضاد، غيكون ثلاثه السوايع باش غتعلم دوله بان غتحبس المدن ديالها وترشم واحد 8 المدن وتقول لهم راه صعيب بزاف. زعما الدوله خدمات من البدايه ديال الوباء، دارت الجهد ديالها، حست المواطنين، عطات تبرعات، زعما حسينا بالشعب بانه مهم لدى الدوله. وسيتو الملك اتخذ قرار كبير واعر، قرار ما كياخذوش غير العظماء، لانه حبس الحلول برا وجوا وبحرا، زعما قرار خطير. ولكن الدوله مشات مزيان، جاو حتى الاخر في هذه العواشر هذه البارح داروا صراحة قرار غبي، قرار في قمة الغباء، باش غادي تجمع حشد كازا فيها 8 مليون ديال الداخل، 8 مليون مهاجر كلهم كيعيشوا في ديور الزوافرية، باش غادي تقول لهم ثلاثة السوايع راه حبس الحدود، راه غيكون اكتضاب، غيكون موت، غيكون مشاكل. المهم الدولة كانت مزيان، خدامة مزيان، غادة مزيان، جات حتى الاخر وهي تعورها. هذا قرار غبي، خص ياخذ يتحمل المسؤولية ديالو ذاك مول القرار واللي صادق عليه. واللي حبس الناس كتبكي، الناس بيتها في المحطه كتبكي، كاين اللي تكريسه، راه حنا كنشوفوا فيديوهات في الفيسبوك، داكشي فيديوهات ماشي كذوب، فيديوهات حقيقيين بان الناس تكريسات، بان الناس تقلبات. هذا قرار غبي، وخص جلاله الملك نصره الله يتاخذ الاجراءات ديالو في اقرب وقت باش هادوك ينالوا الجزاء ديالهم اللي بغاو يحتكروا الطرقات، بغاو يحتكروا الكودرون، حشومه عليهم، وحشومه 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 ومليار حشومه، لان الشعب يلاه بدا كيحس بانه راه الدوله راه حاضناه والملك راه حاضنه، ومن بعد بان الشعب بان الشعب ما ساوي والو، قد ما عطاو في الاعانه قد ما ساوي الشعب. خويا من ناحيه الاقبال ديال العيد الكبير عيد الاضحى، واقبال كما قلت يقول هذا السيد هذا الصحابي هذا راه سميتينيت اقبال عبد الله، ولكن واحد القضيه تيبان لي الاقبال، ولكن تيبان لي خدم التفكير بزاف. شي تيفكر في عيد الاضحى نيت طبيعي كما الاعياد الاخرى اللي داز، وشي تيفكر في الراميد، وكل واحد عنده التفكير ديالو، شي تيفكر باغي يمشي عند والديه خايف ما يرجعش، هذا هو المشكل. سا ديبون لا مالادي اللي كاينه دابا، علاش داتو الطاولات زعما راه مشكله هادي، واحد لهيه وما غيرجعش، واحد هنا ما غيخرجش، راه مشكله عندنا. هو المشكل كاين، ولكن نطلبوا من الله هاد الوباء يحيد علينا، ولكن شي ناس يقولوا تنتصروا شي هضره اخرى، تيقولوا شي هضره اخرى، ما فهمتش والو انا. انا عندي جموفو انا بحال كاينه كورونا، بحال كاين واحد مالادي اخرى، شي تيقول لك في طنجه ولا بنادم دري صغير عنده 20 عام تيطيح، وراه هادشي داكشي اللي جا للشين ما فهمتش والو انا، كذب عليك. انا جات من عند الله مرحبا بها. اخر كلمه غنقولها انا، الله يخلي لينا سيدنا ويحفظ سيدنا، وشي الاخر ما عنديش معاه.